يظهر في هذا الفيديو اللحظات الأولية بعد انهيار جسر في ولاية إنديانا الأمريكية بني عام 1880، حيث أرجع مسؤولون الحادث إلى مرور شاحنة تحمل 6 أضعاف حمولتها فوق الجسر التاريخي. ولحسن الحظ لم يصب أحد بأذى جراء تداعي الجسر. بعض سكان المنطقة يأملون في إعادة بناء الجسر التاريخي مجددا، ولكن في كلتا الحالتين يقول مسؤولون إن الجسر سيبقى مغلقا لعدة أشهر.